عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء والعزيزات، ها نحن وإياكم نجدد اللقاء في هذا البرنامج اليومي مع الناس، معكم وإليكم وهمزة الوصل بينكم وبين الجهة المسؤولة التي تستمع إليكم دائما وتستمع لمعاناتكم وما يدور في خواطركم وأمنياتكم لهذا الوطن الغالي، وكيف سنقوم ببنائه يدا واحدة نحن والجهات المعنية بذلك. إذن في بداية المشوار أنا أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. أمس انقطعنا عنكم بسبب البث المباشر الخاص بالذكرى 52 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، وكانت كان ارتباط مباشر مع الساحة ومع المحتفلين بهذه الذكرى 52، وأيضا الذكرى أيضا كانت هناك ذكريات لشهدائنا في مواجهاتهم مع ميليشيات الحوثي وأعوان صالح. هنا ننوه لأن تردد قناة عدن الفضائية العمودي عبر قمر نايلسات هو 11316، إذا تابعونا على هذا التردد 11316 عمودي في قمر نايلسات. عليكم فقط إرسال رسالة نصية للمشاركة معنا في البرنامج، إرسال رسالة نصية مكتوب عليها كلمة مع الناس، ومن ثم سنتواصل نحن معكم من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إذن معنا مكالمة من أبو سلمان. السلام عليكم يا أبو سلمان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي تفضل. أي كل عام وأنت بخير التعبير. وأنت بصحة وعافية يا رب. سنة عيد الرابع سنة أكتوبر المجيد، وهن القيادة السياسية بزعامة السير الأب عبد الرب منصور والشعب اليمني والمقاومة التي في الجبهات. أنا بس عندي نقطتين عشان ما أتأخر عليكم. بس تفضل. أو الله يعطيك العافية. أولا بس بخصوص الكهرباء، الآن لنا إلى حد اليوم 10 أيام في عدن الكهرباء، يعني 4 ساعات 5 ساعات طافي، وساعة ونص أو ساعتين بالكثير طافي. يقولوا الديزل ما ديزل، المصافي مش عارف إيش. أكيد يعني بيكون المصافي ذاك اللي مقدسه إنه اشتغل المصافي مش عارف إيش. المفروض ديزل. بعدين قالوا أجت الباخرات من الخليج الله يعطيها العافية والسعودية قبل 3 أيام، طيب ليش ما يوزعوها للمحطات؟ يعني تخيل الآن نحن والله 9 أيام و10 أيام، يعني 16 طافي و8 ساعات ناطي في اليوم. إلى غاية الآن احنا طافين، هذه واحدة. ثاني شيء، في كان مقابلة مع مدير الكهرباء في قطاع عدن قبل شهر ونص، أنت وجرت المقابلة معاه، ممكن ترجع عند الشيخ. إيش تقول للمذيعة في آخر السؤال؟ قالت له كيف توقع الكهرباء إن شاء الله لأيام ولا شهور؟ يعني بدل ما يعطينا احنا داعم معنوي وحافز كذا، قال بيكون أسوأ الصيف القادم. هذا الواقع يعني يا أبو سلمان كان. إيه؟ المسؤول كان صريح وواقعي، أعطاكم النتيجة لا. التي أيوة، في حاجات الإنسان يكون غير قادر لحله، لكن مع ذلك السعي في أنه يوجد حلول لهذه المشاكل لأن المعاناة جماعية. أيوة معروف بس يعني 10 أيام كثيرة، يعني كثيرة جدا. عادة لما تصفى كامل كانت يوم هو أو ظهر، ولا الآن 10 أيام كثيرة. يعني كيف الطلاب طالب طول الحكومة أنها تخرج إلى التعليم والطلاب مش عارف كيف يروح الطلاب وهم لك هؤلاء. ومطلب يعني الكهرباء مطلب بسيط بالنسبة للمواطنين في المحافظات المحررة. حقنا وهذه حق المواطن، هذه الدولة أبسط حقوق. صح. أرجوكم يعني الله في عدم الكهرباء. وثاني نقطة الأمن، صراحة إحنا لا نريد رفاهية ولا نريد أي شيء، نريد الكهرباء والأمن. ونحن نشكر أي من وقف معنا، ونشكركم أنتم اللي من خلالكم نتواصل مع الناس، لأنه هنا بصراحة قادرين نتواصل مع حد يعني لا في الكهرباء ولا في، عشان نقول إيش السبب. إلى الآن ما طلع مسؤول يوضح إيش الأسباب. بس إحنا ما نلوم ولا نشتم ولا حد، بس نقول إيش الأسباب، بس وإيش اللي بيحصل. بس صحيح التعبير. أيوة أخي، أيوة يعني يا ريت يعني يطلع مسؤول في سيدي غط عدن أو في أي قناة ثانية عندكم، بس وضح إيش الأسباب عشان الناس ترتاح نفسيا. بس ايوه، احنا استفضنا ولا بانفرض، احنا مقدرين الوضع.
احنا معكم ومع الحكومه اذا كانت يعني مع الشعب. نحن معها معها ومع رئيسنا. الله يعطيه العافيه ان شاء الله ويعافيكم يا رب، ويسر الامور دائما للوطن ولاهله يا رب. الخير دائما هو منكم وإليكم، بأيدينا نصنع الخير لأنفسنا يا أبو سلمان، وكما أشرت أنه على الجهات المسؤولة أن تكون جاهدة لتوفير الخدمات البسيطة التي على المواطن حق في الحصول عليها. إذن شكرا لأبو سلمان من عدن، وهم يعانون من الانقطاعات الطويلة المتكررة في 10 أيام الماضية للتيار الكهربائي، وذلك بسبب مواد الطاقة التي قد تكون نفذت من محطات توليد الطاقة الكهربائية، وأيضا أصبحت شحيحة في المحطات تزويد المركبات بها. إذن الخير نرجوه للجميع، وهنا نشد على أيدي شركة النفط بأن تكون قادرة على ضبط الأمور، توزيع المشتقات النفطية على المحطات توليد الطاقة الكهربائية بدرجة أساسية، وأيضا على المحطات تزويد المركبات بها. إذن ما زلنا متواصلين معكم، ومعنا طه. السلام عليكم يا طه من المملكة، حياك يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك يا أخي، تفضل. الله معك في حلك وترحالك، الله معك في كل حال. اليمن يا عبد ربه هي رأس مالك، وانت لليمن أغلى رأس مال. نعم. أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 52 لثورة 14 أكتوبر إلى فخامة الرئيس الأسد الجسور عبد ربه منصور هادي، كما أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للشعب اليمني عامة وللشعب الجنوبي خاصة، من المهرة حتى باب المندب. كما تقدم بأحر التهاني والتبريكات لطاقم قناة عدن الفضائية، ولك أختي الطيبة عبير بدر، وللغالي المنسق غسان المرشدي، وللجنود المجهولين خلف الكواليس أمير الدين، الأخت أفراح، ماجد محمود، فارس عبد العزيز، ولكل الجنود الذين يعملون ليل نهار من أجل إظهار هذا البرنامج المتميز والرائع بأحلى صورة. إذن والشكر لك يا طه، وكل عام وأنت وجميع أهل الوطن بألف خير، والوطن في انتصارات متواصلة على الدوام. إذن شكرا لك طه. ومعنا وليد من صنعاء، تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام يا وليد. والله يا أختي يعني أنا أول مرة طبعاً أشارك في برنامج في هذا البرنامج وفي وقت يعني مباشر، بس إنه أنا أتمنى إنه أنا الحمد لله شوفي أنا ما أنضمش إنه لأي حزب يعني من الحراك ولا من جماعة أنصار الله ولا من المؤتمر ولا الإصلاحين. أنا في الحقيقة إنه أنضم أنا إلى حب للوطن، وأنا والله أنا أتمنى إنه بلادنا تنعم بكل ما فيها الخير، بس إنه جماعة الحوثيين أو جماعة الإصلاح أو جماعة كذا أو كذا هم طبعا ضغطوا على الرئيس عبد ربه، وطبعا ما كان إنه ينبغي إنه يوصل إلى هذا الحد، إنه في تكسف صنعاء ولا تكسف عدن، ولا إنه يكون هناك استقلال، ولا إن عدن إنه يصعب على الواحد إنه ما يصير في عدن يعني تهديدات وذا، بس إنه ان شاء الله انه وطننا يرجع مثل ما كان واحسن، بس انه انا اتمنى انه يكون الحوار للجميع، يعني انه ما يتدخلش اي طرف في بيننا، وانه نرجع مثل ما كنا اول، والحوار الوطني يعني يرجع مثل اول واحسن، بس انه يكون اخي مبدا الحوار الذي مورس مع عبد الملك الحوثي والعفاش علي عبد الله صالح المخلوع لأكثر من حوار كان معهم ولأكثر من اتفاقية، هم خلفوا هذه العهود وتنصلوا عنها لأكثر من مرة. إذن ما كان أمام القيادات إلا أن تكون يدا ضاربة لمن يعبث بمقدرات الوطن وبأمنه وبأمن المواطن، وأيضا امتد هذا إلى التهديد لدول الجوار والعبث بأمنها. أكيد، بس يا أختي الكريمة أنا أوجه لك يعني كلمة
انه الرئيس علي عبد ربه منصور هادي طبعا تاخر في هذا القرار، ولا كان المفروض انه يتخذ القرار ايام ما اقتحمت هذه الميليشيات على الجشيدي في عمران وقاموا بقتل في اللواء تبعه، وذا ليش ما يتخذ هذا القرار ايام ما كان في ايام ما كانوا في عمران؟ إذا في 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 اتخاذ القرارات حكمة قد لا نكون نحن نعلم مداها وأبعاده. أيضا بالنسبة لدول التحالف جزاهم الله خير كانوا يد العون بالنسبة لليمن واليمنيين، كانت لهم نظرة في تحديد الوقت المناسب لإعطاء الفرصة لهؤلاء أن يتراجعوا إلى غيهم وجبروتهم. أكيد أكيد، أنت دحين مثل ما أقول لك طبعا الزيادة السياسية هي خارج الوطن، ما بتحس يعني كيف يعيش المواطن مثلا في صنعاء، مثلا في تعز، مثلا في عدن، من حصار، من غلاء معيشة، من الوجود، من ذا. بس إنه يعني إيش أقول لك، إن شاء الله تعود بلادنا مثل ما كانت بإذن الله بحكي. ستعود أفضل مما كانت يا وليد، طبعا أنت مشاهد من صنعاء، ستعود أفضل مما كانت بجهدنا جميعا بأيدينا وتكاتفنا إلى جانب السلطة الشرعية لليمن، إلى جانب الرئيس عبد ربه منصور هادي، سنكون يدا واحدة لبناء هذا الوطن والتخلص من كل فاسد ما زال على السلطة الآن أو قد كان من السابق فيها. إذن شكرا جزيلا لك وليد من صنعاء، وما زلنا ننتظر المكالمات والاتصالات الواردة منكم أيها الأعزاء. فعلا اتخاذ القرارات ليست بشكل عشوائي بالنسبة لأي جهة قيادية، الجهة القيادية تتخذ القرار وتتخذ أبعاد لهذا القرار وتنتظر الوقت المناسب لتنفيذ هذه القرارات. معنا أيضا مكالمة من صنعاء، نبيل تفضل أخي. جميع المحافظات كلها مقاومة واحدة وتشتت الهدف لها واحد هو القضاء على الغصابة الإجرامية. ها نبيل يعني على نبيل تسمعني؟ كما يقول المقاومة في عدن على أساس أنه تكلم يا نبيل. نبيل السلام عليكم. الصادقة بين الشطرين ولن نبيل تسمعني؟ أخي تسمعني نبيل؟ الحصار عم تعز بهذا. أنت منفعل يا نبيل وحابب تتكلم عن المقاومة في صنعاء، ونحن أيضا نريد أن نسمعك، ولكن أن نبدأ من البداية حتى يكون المشاهد معنا في هذا الحوار وهذه المداخلة. ألو؟ نبيل معنا على الخط؟ ألو نبيل ما زلت معنا؟ أيوه. أرجو أن يكون إعلام القناة اليمن أو عدن على أساس إعلام وطني، إعلام يشمل الجنوب والشمال، إعلام في هذه الظروف الصعبة يجب أن لا ننفذ مشاريع التمزيقية أو المشاريع التي تريد أن تمزقها الشعب اليمني. نعم إذن لأنه في هذه الظروف الصعبة يجب أن اليمنيين يرصوا الصفوف حول واحد بناء دولة يمنية واحدة لكي نقف ضد كل مشروع، ونحن نعرف المشاريع التي تريد أن تمزق الوطن وأن تمزق الشعب اليمني وأن نبيل هذه المشاريع التي أنت تتحدث إليها هي ترعى من قبل إيران ومن قبل الحوثة وبقيادة عبد الملك الحوثي طبعا زعيمهم وبقيادة العفاش علي عبد الله صالح. هذه المشاريع نحن لا نسعى إلى التضامن معها أبدا. فعلا إعلام قناة عدن إعلام لليمن ككل، والدليل على ذلك أننا نستقبل المكالمات ونستقبل المداخلات من جميع المحافظات كي يطرح المواطن معاناته ورأيه ويتحدث عما يقول في خاطره. ما زلت معي نبيل أم أن الخط انقطع؟ إذن شكرا لك نبيل من صنعاء، ودائما نحن يدا واحدة مع الشعب في كل المحافظات دون استثناء، وندع الحرية للجميع يتحدثون بكل شفافية وصراحة. إذن ننتقل إلى مكالمة أخرى.
معنا مشتاق. السلام عليكم يا مشتاق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك أخي، أنت من الضالع. نعم من الضالع. تفضل. بس من نتحدث على سيدنا الناس. تحدث، نسمعك وبوضوح، تفضل. نسمعك. ماشي صوت ضعيف، ما نسمع. صوتك عندنا واضح، لو التلفاز مفتوح أغلق صوت التلفاز واسمعنا من الهاتف. نعم والله من الهاتف بس الصوت ما يطلع عندنا. صوتك عندي واضح. آه بس كنا نشارك مع على الشرعية وقوة تعالى المسلم على الانتصارات والمانزات بس ما هي صوت يطلع عندنا على الحال. نعم يا الصوت ما هي عقوهم. أيوة معك يا مشتاق، تكلم. صوتك واضح عندنا، قد تكون المشكلة بجهاز التليفون معك. تكلم نحن نسمعك. نعم بس أنا أتكلم مع الناس على الشرعية والتعالي المسلم على المجهود اللي قدمونا والمسارات ونكون يعني على التواصل معنا ونشكر قواتنا وقوات الشرعية على هذا. ونحن نعاني من نقص في المشتقات النفسية في محافظة الضالع واللي غافل لن توصل إلى المواطنين لحد هذا الوقت. ويعني الكلام كبير طويل ولكن نحن نعاني نوع. نعم أيوة، إذن مشكلة عدم وصول المواد الإغاثية وعدم وصول المشتقات النفطية إلى محافظة الضالع، هذه مشكلة يعاني منها المواطنين، ومشتاق من الضالع يشير إلى ذلك، صحيح يا مشتاق؟ معي ماشي دام كلنا هذا ماشي موجودة. نعم يعني المشتقات لحل الآن في الوقت نحن لن نجد مشتقات وطلع في عرض دبا إلى 15,000 خمسة اللي بنسوق سودة صحنا إحنا إحنا أبناء الظالم بقنش اللي بهذا السعر. تمام والنغازات يعني لحد الآن ما وصلهاش إلى المواطنين، قد التعب من المحلات التجارية وهذا الدقيق والأرز كل المواد وضعية. إذن شكرا لك مشتاق على هذه المداخلة. أبناء الضالع يعانون من عدم وصول المواد الغذائية الإغاثية إليهم وعدم وصول أيضا المشتقات النفطية، ويتحصلون عليها من السوق السوداء وبأسعار باهظة قد لا يستطيع أي حد شراءها. معنا أيضا من حضرموت سالم. السلام عليكم يا سالم. وعليكم السلام استاذ عبير. حياك اخي، تفضل. معك الاعلامي والمحلل السياسي سالم العطاس. سالم عطاس اعلامي والمحلل السياسي سالم العطاس من حضرموت. حياك يا اخي، تفضل استاذي. حياك يا الله، اولا اهنيكم بالمناسبه واهني فخامه الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهوريه والاستاذ خالد محفوظ بحاح نائب رئيس الجمهوريه والشعب اليمني بمناسبة الذكرى 52 لثورة 14 سبتمبر والسنة الهجرية الميلادية 1437. نسأل الله أن تكون عاما خيرا وأمن واستقرار لكل أبناء الجيوب واليمن بشكل عام. آمين يا رب. أختي العزيزة، ما يحصل في اليمن هي مؤامرة تدار حول اليمن خارجية وداخلية، مشروع إيراني بحت. هذا المشروع عدى وهذا الصرفة هذا اليمن من هذا المنزل وقد حذرنا من 2011 لأن اليمن يموت في مؤامرة جريئة خارجية مدعومة من الخارج من إيران. وتابعت مداخلة المخلوع في جناس الميادية الأسرة التي أثرها جناة محرضة على الشعب اليمني بشكل عام عندما يقول جرعنا نزل تخدم الأسرة الذي أنا عندي لها ومن أكثر الشعب اليمني وحمل عبد الرب منصور هذه نجرى في اليمن ووردتها إلى 25,000 شهيد بخلاف الجرحى ومن خلاف الأمن السلمي. طيب يا أخي، أنت تقول لحد رب المنصور هذا هو المسؤول، من الذي قتل الشعب الجنوبي في عدن؟ من الذي قتل الشعب الجنوبي في الضالع؟ من الذي دخل القاعدة في حضرموت؟ من الذي قتل الشعب الجنوبي إلا في عدن؟ من الذي قتل الشعب في التعز؟ هل أنت مسؤول؟ أنت تقول بأن الحروب ليس لك معه
تناظر في كلامه تعلم الحوض يساعد لنا في العيان الدكتوري. إذا الحوض لا يتجاوز أقرام ألف نفر ألف نفر أنت معك أكثر من 400,000 نفر حارس جمهوري مدرب فرنسيا أمريكيا مصريا أردنيا وأيضا عراقيا. أنت دخلت خبراء إيرانيين من كبار الديانات الأسرية في عينك شفت ذاخرة كاملة محملة بسلاح من ميناء الحديدة وأنت شفت هذه الأشياء كنت حبنا في الإيران هي التي تريد الخوض اليمن. أنا أنت تنصر وتحمل نائب رئيس الرئيس عبد الرب المنصوراني يا أخي أنت أعطيتك المغرب للأسف أنا وحاسب على قارات دول الخليج العربي عندما أعطيتك حصانة هذا الرجل المفروض يحاكم أولا لما استكبر في 94 ضد الجنوب واستكبر في 2015 ضد الجنوب وضد اليمن الشرعي وضد الشمال بشكل عام. سالم سالم تسمعني يا سالم أخي تسمعني تسمعني يا سالم أنت تعتقد بعد كل هذه الجرائم الذي قام فيها المخلوع علي عبد الله صالح أنه لن يحاكم؟ إذا لم تحاكمه الجهات المسؤولة سيحاكم الشعب أنا كما حصل للقذافي وغيرهم. أنا أطالب الأخوة من بادرة الخليجية الأخوة الخليجيين اللي عفوا الأخوة الخليجية رفعوا الحصانة رفعت الحصانة عنه قد رفعت الحصانة عنه رفعت والدليل على ذلك الآن هو مطلوب أمنيا تمام. أنا بعد أنا الكلام الأخ الرئيس ونائب الرئيس يريدون تحرير تعز يريدون تحرير نارد يريدون تحرير صنعاء هناك حضرموت لا عمل نعم سالم هو مطلوب الآن أمنيا بشكل خاص علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي مطلوبين أمنيا للمحاكمة من قبل المجتمع الدولي وأيضا من دول الخليج بمعنى أن الحصانة رفعت ويمني بشكل عام يطالب محافظة من متسبب علي عبد الله صالح عبد الملك الحوثي أحواله يجب أن يحاكم محاكمة عدله يجب أن يحاكم أمام الشعب في اليوم الشمال أما خارجية علنية محاكمة علنية أمام الشعب وهو داخل الجنم بعد حرمت أنا أطالب جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ويرعاه والشيخ خليفة بن زايد وفخامة الرئيس عبد الله المنصوراني عن يسمعوا برساله غاضب الى مدينه المقلعه، مدينه المقلعه بحاجه الى اغاثه، بحاجه الى مساعده انسانيه، لم تستلم المقلعه اي مساعده في الملك سلمان. حقيقه. نعم. المقلعه مستلمه من القاعده، قبل ان تنزلت مظاهره سلميه في المقلعه مطالبه الدوله بتحرير المقلعه من القاعده. انا اقول لك لا امن الديوب ولا امن حرسمنه الا الامن حضرموت، متى ما تاملت حضرموت ستتحمل الجمهوريه اليمنيه. سيأتي الدور لحضرموت لكي تحرر من أتباع علي عبد الله صالح المسلمين أنفسهم بالقاعدة الآن. الأمر هذا قاعدة تراهم. نعم. داعش هي هو وجه واحد قاعدة داعش الدولة هي وجه علي عبد الله صالح. نعم. وجه أحمد علي عبد الله صالح وجه عبد الملك الحوثي. هذا وجه لا بتشغله هو خادم حد. طيب يا سالم بسألك سؤال. انت تابعت اخر ظهور للمخلوع علي عبد الله صالح على الشاشات؟ تابعته في قناه الميادين يوم الاثنين. تابعته؟ انا تابعته تابعت مداخلاته وكان يمشي على الشباب حبه اكثر من 100 مره ساعه على شباب وساعه على ابنه ويشرب المخلوع فوق يا جماعه شوف الرجال عنده يعني الحد حتى يمسك. طيب ممكن توصف لنا شخصيته والحالة النفسية اللي كان يعاني منها في وقت ظهوره على الشاشة؟ والله شوف الحالة النفسية من حضر يعني يتحطم هيا الرجل هذا خلاص فاقد الوعي وعوش يستغفر الله العظيم يعني وجه إنسان إيش الإرهابي هذا خط من الإرهابي وهو إنسان يعني يلم المبادئ الإسلامية والقيم قتل الشعب يا أستاذ قتل الشعب يمين كيف يعني العلم منها على دنواته أيضا قنوات اليمن اليوم تحرم على أن السعودية عدوة وأن السعودية هي العدوة علينا وأن عبد الرب المنصور هذه هو رجعي هذا كلام الإعلام المفروض يكون إعلام موجود وش يكون إعلام تبع عبد الرب ولا تبع علي صالح يكون إعلام العدل والميادين هذه تبع إيران متحط النهائي ويجب أن يحاكم الرجل هذا خطر ليس عندنا خطر على الجزيرة العربية على الوطن العربي
الحقيقه ثاني قال الرجل هذا لابد ان يلقى القبض عليه، يلقى النوع ذي يلقى المحاكم، عند المحاكم او يعدم او يرد فورا من الطائرات من الترحال وعرضوا من ذي الموضوع، ولا سماه يعلم في التاريخ، تعب الحمد لله الحقيقه. إذن أنا أنا عبد الملك الحوضي اللي يا رجال لا راح أكمل خروج على السلم يا عبد الملك الحوضي. ودي أنت تقول أنا شر الله كان حصل لي شر الله لأنه يقول إن شاء الله هذا إن شاء الله العظيم لا هو مسلم حتى اليهود إسرائيل وإسرائيل ما تعمل هذا للشعب. إذن يجب على الدولة أن تكون دولة صح وتشكيل جيش وطني، يريد جيش وطني قائم على الله ولا يطل الشعب مثل عبد ربه ولا البحاء ولا سامي العباس. إذا يكون خاضع لله ولم يضل الشعب في الجيش بصر وفي الجيش السعودي وفي الجيش الإماراتي. نعم، نحن نشكر الجيش السعودي الذي وقف بكل أبنائه إلى جانب الشعب اليمني وأيضا الإماراتي والبحريني والكويتي وكل أبناء دول الخليج والدول التي شاركت في الحلف، أشقاءنا في مصر وفي السودان جميعهم وقفوا إلى جانب الشعب اليمني، لن ننسى مواقفهم هذه، فعلا هم مثلوا جيوش وطنية تحارب من أجل الشعب ولأجل الشعب. إذا شكرا لك سالم محمود العطاس الإعلامي والمحلل السياسي الحضرمي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة. معنا أبو محمد من عدن، مكالمة من عدن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا أخت حبيب؟ حياك يا أبو محمد، تفضل. الله يعطيك العافية. أولا بمناسبة ثورة أكتوبر 14 أكتوبر أهني القيادة السياسية أخي الرئيس علي عبد ربه منصور هادي وحكومته بقيادة المهندس خالد محفوظ بحاح حفظهم الله. التهنئة لكم أنتم أبناء الشعب الذين فعلا كان لكم الدور في تحرير الأرض من المستعمر البريطاني ومن ثم من غزو عفاش وميليشيات الحوثي، وأنتم برضو من أبنائنا وبناتنا ومن رجالنا ومن أخواننا الموجودين في الخليج، نهنيهم بهذه المناسبة العظيمة على قلوبنا. شكرا جزيلا لك. يا أختي معنا افتعال الأزمات داخل عدن، فعلا في افتعال الأزمات نشاهد الأزمات، النفط مشتداته، بترول، ديزل، غاز، تدريب مجموعة من ديراني يشتكوني من الدباب الغاز هذه الغير متوفرة علما انها يوميا تخرج من انتاج المصافي 10,000 انبوبه، فين تذهب؟ ما ادري. هذا انا مطلع على كشوفات قبل 3 ايام. انت تعمل هناك؟ ايوه. تشتغل في المصافي؟ لا انا ما اشتغلش في المصافي. اها. انا ذهبت مشان عبدي. اها. ولما سالت قالوا بنعطي مراكز الموجودين في الاحياء في المناطق في عمود عدن. اها. 10,000 انبوبه. ايوه يوميا للانتاج يخرج اكثر، يقول لي 10,000 انبوبه غاز يوميا تخرج، فين تذهب؟ المواطن ما يلاقي منها الا اليسير، لانه الازمات هذه لا ناسها ولا رجالها، ونحن في الوضع لا نحسد عليه كمواطنين. نحن الان نعتبر محاصرين من اصحاب الداخل، صح ان حررناها من الحوثه ومن حفاش، لكن محاصرين من تجار الداخل. الأنبوبة الغاز تخرج من المصافي بقيمة 1,500 ريال، المواطن تنباع له عبر مراكزهم ب2,500، سوق السوداء 5,000 6,000، أفضل لهم اللي يخرجوها من المصافي يبيعها سوق السوداء أحسن مما تصل للمواطن. هذه أنبوبة الغاز. النفط نفس الحكاية، محطة يعطوها والمحطة الثانية تبيع القاطرة بعد تسكبها للمحطة، وهذا من قبل أصحاب شركة النفط. عندي علم منهم نفسهم الموظفين كلموني بهذا الشيء، أن في بعض محطة داخل عدن يطلبوا بكميات أكثر من المستحدة لهم. إذن دور شركة النفط هنا الدور رقابي، دور تنظيمي لهذه العمليات. أيوة هي بتصرف لكل انسان لكل محطه تعطيه حصته، ما عندهم اي مشكله. اذا هذه علامه سؤال على شركه النفط من اجل التوزيع العادل لهذه المشتقات ولا خدمات المطلوبه للمواطن.
طيب انا بعطيك اللي يجوز الطين بله يا اختي او يا بنتي، انه بيعبى في براميل ويرحل الى المحافظات الشماليه عبر طريق باب المندب. هذه كمان جريمه قد يوصل الى يد اعدائنا يستفيدوا منا، بينما نحن في العاصمه هنا في عدن تقدر يومين ثلاث ايام من شان تعبي سيارتك بترول. إذن هذه مسألة أمنية وصلت إلى أن تكون مسألة أمنية على المحافظ، الرقابة الجيدة لهذه المشتقات النفطية، أين تذهب، لماذا تباع في السوق السوداء، أين تهرب، والمسألة لمدير الأمن أيضا. أيوة بس وين دور الأمن هنا في عدن؟ ما عندنا أمن. أنا بتكلم معك من داخل عدن، ما عندنا أمن يا أختي. وأتمنى من المقاومة ورجال المقاومة الأشاوس اللي رفعوا روسنا فوق مثل ثورة اكتوبر، تمام؟ أن كلهم دور فعال، لكن للأسف حمشوهم. لم أنا عندي خمس فصائل داخل عدن، خمس فصائل مقاومة، خمس فصائل، ثلاث منها في صالحنا يا الجنوبيين، هم أبنائنا وأخواننا وبلدات كبادنا، وفصيلين يحاربنا، ونحن كنا في أثناء الحروب في أثناء كان محاصرة عدن، كانوا يجوني من الجبهات يبلغوني نقول لهم استمروا هم اخواننا الان، وبعدين بنكون في تصفيه. لكن للاسف دور الحكومه والدوله لم تستوعب، رغم انه تاخذي لو استعبت المقاومه وضمتها زي ما بيوعدوهم والكذب، هم يتعدوا 7000 اللي كانوا من شرقها بين المملح الى غربها في صلاح الدين، ما يتعدوا 7000 مقاتل جنوبي، لا يطلبوا عليهم بكشوفات بعشرات الآلاف وعشرين ألف وثلاثين ألف كل واحد يجيب قبيلته وشرائحه وعيال عمامه، لا يا أخي. وأنا مستعد كل القادة شخصا شخص، وكل جبهة كم فيها كان، وكان أي تسلل للعودي على جبهة تتحرك الجبهات كلها تناصرها أثناء المقاومة، أثناء ما كنا محاصرين. ليش ما عدونا؟ لا رواتب، كيف تبى الناس تعيش؟ كيف تبى الناس تخلص لوطنها؟ مستشفيات ميدانية فتحت، مستشفيات ميدانية داخل عدن فتحت من أبناء باصيد، من أبناء عبود، ومن أبناء صلاح الدين، المستشفيات العسكرية فتحوا مستوصفات في المندارة أعرفها، وفي المجمع اللي هو 22 ايش عارف 22 ما يسمح المجمع اللي في تحته، ايوه 22 مستشفى الشيخ زايد اصبح، ايوه يعني مستشفيات ميدانيه وقاموا بمجهود. الحوثي يقول لهم اذا تشتروا رواتبكم اطلعوا للصنعاء. الخدمه الطبيه بشكل عام في عدن، انا من اللي طلعت قدامي اكثر من 12 باص وموظفين من هذه المستشفيات الى صنعاء مشان يستلموا رواتبهم، وحضرت انا معاهم وهم يطلعوا الباصات في شهر 7 وشهر 8، والان هم بدون رواتب. طيب اين الدوله؟ فعلا اتصل احد العاملين في مستشفى الشيخ زايد 22 مايو سابقا بانهم لهم 3 أشهر لم يستلموا رواتبهم. ايوه، هل الدولة ما عندها إمكانيات؟ أي دول التحالف اللي المفروض تعيننا في هذا الوضع؟ لأنه لا يا أختي، مشان نكون بصريحين العبارة، أنا إذا بشوف جيراني وأنا نفسي ما بقدر أحصل وجبة العيش لي ولأولادي، بأرجع أضطر اللي كنت أوديهم الجبهة بحملهم السلاح ثاني مرة وبأتخذ إجراءاتي ضد الدولة، صح ولا لا؟ لا لا، ليش لا؟ لا، لأنه المسألة مسألة البناء تحتاج إلى صبر، والسياسة المالية الآن بالنسبة للجهات المسؤولة لها بعدها، قد تكون على مهل لاسترداد ما أخذه الحوثيين في البنوك. أيوة أخذوا، سطوا عليها وشلها من حق الشعب، أخذ من حق الشعب، والآن على الشعب أنه يسترد هذا الحق.
كيف استرد؟ انا بحزي انا ما استلمت راتب الحمد لله، انا ما استلمت راتب لا الان اربع شهور بدون راتب، لها اربع شهور بدون راتب وغيرها كثير. ايوه تمام. انا بعطيك مثل واحد، دخل المصافي، دخل المينا، انا مش انا اوضح لك، دخل المينا، دخل المينا، جمارك المينا، مينا عدن، ايوه المعلم، اليوم مينا الحاويات. انا بعطيك ايش اللي حاصل معي، انا رحت لي ولي معي هنا الكوادر. الفلوس اللي تدخل الجمارك ايش يحطها في تاك بنك؟ تاك بنك حق من؟ حق عفاش. فين الحكومه؟ بالاموال هذه اللي بتروح من داخل عدن بتروح لصنعاء، فين دور الدولة؟ يعني ما زالت الإيرادات في ميناء عدن ترسل إلى صنعاء. مصيبة، وهي ممكن تغطي موظفين محافظة عدن كامل، ما في حد بيشتكي. مع أنبوبات الغاز اللي يبيعوها، تدري إنه ارتفعت أنبوبة الغاز كان سعرها قبل أثناء الحرب، في أثناء الهزيمة ونحن حاضرين بألف ومئة. الآن تخرج من هناك بألف وخمسمية من داخل المصفى نفسها. يعني ارتفاع جنوني في الأسعار، وطمع والطمع موجود، واللي يستغلوا الفرص هذه ولا في المياه العكرة، وكلها دمار للشعب. إذن أنتم تطالبون بأن إيرادات محافظة عدن لا ترسل إلى محافظة صنعاء كما حصل في غيرها من المحافظات، والدليل على ذلك محافظ مأرب الذي يمتنع عن توريد إيرادات المحافظة وإيرادات الغاز وإيرادات المحافظة بشكل عام إلى صنعاء، وتكفل هو بدفع الرواتب للموظفين. شفتي بس، هل أنا ولا أنت يخطي نزل نظرف هذا ولا الحكومة؟ إذن كانت المحافظة إلى فترة قريبة بدون محافظ، الآن هذا دور المحافظ أن يقوم بتنظيم الأمور المالية والأمور الإدارية هذه. الله يعين المحافظ، المحافظ يجي على حامل الإعلام بالله فعلا، وللأسف لازم نكون معه نحن. إذن نحب فعلا عدن ونحب أرضنا ونحب لاحق وأبين وغيرها من المحافظات، لازم نوقف معه. أولادي أنا من ذي أرسلتهم للمعارك، عيال شباب الله يحفظهم لك إن شاء الله. الحمد لله سلموا، لكن راحوا عليه ثمانية من أهلي أجعل تقبلهم الله بقبول حسن يا رب. الحمد لله سبيل التراب هذا، أنا حاربت عليه في الستينات، شفتي كيف؟ وتعسكرت في 58 وانطلقت في 73 وسيادة الرئيس عبد الرب شقيقي وأخوي، عارف بهذا الكلام وما أزعل، لأنه سوينا نظام لجمهورية الديمقراطية الشعبية ذيك الأيام. فعلا كل ذلك من أجل النظام وتثبيت القوانين الشرعية. الآن ما فيش فالتة، البلاد فالتة. يعني إيش تتوقعي من المقاومة؟ ما يحصلش ياكل هو ولا أسرته ومعه أهلي، إيش تتوقعي منه يا كريم؟ بالعدل يا إخوان، لو كان أنا قلت كان لما أجد سيادة الرئيس والحكومة كان استقدموا ثلاث فئات من المقاومة الجنوبية وضموهم إلى الجيش، كانوا هونوا علينا اللي حصل للقصر، لأنه عارف إيش اللي كان يدور داخل الجبهات أثناء حصار الحوثي لعدن. نعم، وعندي معلومات، والله يرحمه شهيدنا علي ناصر هادي، الله يرحمه وشكر الجنة، هو شهدانا جميعا. أيوة، كان بطلع على هذا الموضوع لكن ما ساعده الحظ أنه يبلغ به، وعندي معلومات إيش اللي كان من يأكل الزربية داخل الجبهة ومن يروح لبيته ياكل داخل بيته يرجع بالجبهه. ايوه، اذا فعلا الله يرحم الشهيد علي ناصر هادي الذي مات بكل بساله وشجاعه وتفاني لهذه الارض، وكان فعلا نعم القائد الصادق. اذا شكرا لك ابو محمد من عدن، وقد كانت مداخلتك قيمه، كشفت لنا بعض الأمور الحادثة على أرض الواقع. إذن شكرا جزيلا لك، ونرجو من الجهات المسؤولة أن تقوم بواجبها تجاه هذه القضايا التي يعاني منها المواطن، وهذه الخلل الموجود في بعض الأماكن. معنا أيضا مكالمة أخرى من عدن. السلام عليكم يا أحمد.
وعليكم السلام، معك احمد عبد الرب الشيخ من البريطة. حياك يا احمد. الله يحفظك ويسلمك يا رب. الله يخليك. بس معي ثلاث نقاط، انا عن البريد والمأمور والامن. معينا؟ معك، اسمعك واضح، تكلم. البريد لازم، البريد بشكل عام من محافظة عدن، من البريقة إلى أم الشعب إلى أم المنصورة إلى أم الشيخ إلى أم المعلة إلى أم التواي إلى أم القلوعة، يفكوا بوقت واحد، بوقت واحد. مش يفكوا اثنين من البريد مثلا، يفكوا الشعب ويفكوا الشعب المنصورة ويخلوا الناس تتضارب وتتقاتل، هذا مش أسلوب. هذا لازم بتوقيت واحد يفكوا كل المناطق بتوقيت واحد وبيوم واحد مباشرة، يعبوها فلوس في كل الأماكن ويفكوا بتوقيت واحد، ولا بيحصل أي حاجة، لا شقب ولا مضرابة ولا فوضى ولا ولا ولا, ولا مضرابة. سمعينا؟ أيوة. هذه ملاحظة مهمة، هذا البريد بشكله. أما تفكوا اثنين ثلاثة وتخلوا الناس يتقاتلوا، هذا أسلوب مرفوض، هذا ابتزاز، يبتزوا الناس، عيب، يبتزوا رواتب الناس. أنا أكلمك جد، شوفي معك. هلو. نسمعك. أيوة نسمعك يا أحمد، تفضل. يبتزوا رواتب الناس، تدري ليش؟ خلوها زحمة ومضربة عشان يشلوا من ذا ثلاثة ومن ذا أربعة ومن ذا خمسة ومن ذا تتوالم لهم مثل 20 مليون 30 مليون ويتقاسموا بعدين. هذا أسلوب مرفوض. شوفي، إذا لازم أن تفتح مكاتب البريد في وقت الدوام الرسمي وهم يداومون كغيرهم من بقية المرافق الذي بدأ الدوام الرسمي الفعلي فيها. لماذا لا تفتح في وقت الدوام؟ يتفكوا بتوقيت واحد البريد بشكل عام. نعم صحيح، بشكل عام، من التواي للمعلة للشيخ للمنصورة للبريقة بتوقيت واحد بيوم واحد. مش يفكوا لي الشيخ ولا المنصورة ويخلوا الناس يتضاربوا، عيب. هذا اسلوب مرفوض، هذا اسلوب مرفوض، هذا ناس خوانا معانا في الداخل، عيب. اذا هذه ايوه هذه نقطة مهمة على مكاتب البريد ان تداوم جميعها في اوقات الدوام الرسمي. واحد بيوم واحد، ولا في عدنا ولا في مضربة ولا في لف ودوران على هذا الشعب. نعم سمعينا. اسمعك. المأمور معانا، مأمور هنا في البريقة ما يجيش هنا بالستة شهور مراك، إذا جيف رمتنا والدنيا رمتنا، كل اللي بقينا لازم يتولوا واحد من أبناء البريقة مأمور. أنا أتكلم باسم الشعب داخل البريقة، باسم الناس هذا أنا. نعم. أتكلم باسمهم أنا. كلمونا قالوا يا أحمد كيف مأمور ما يجيش، الدنيا رمت علينا وما يجيش ولا يحضر ولا يقام، كيف هو اللي يحرك المسألة؟ أيوة. بشيلوه يجيبوا واحد من أبناء البريقة، أنا هذه الملاحظة مهمة جدا. أيوة. اللي يسمعنا ايوه. اذا انت خليه يروح يصفي كريتر للمحله بدل ما يجي نحلام البريقه، يجي من كريتر للبريقه ولا ينفع معانا ولا ما يجيش يحضرش. اذا انتم ايوه انتم بحاجه الى من يدير مهام مديريه البريقه بشكل يومي. رجل معنا، رجل بحق الكلمه، مش واحد يكون حرامي ضلالي ينهب ويسرق وذا باسم السلطة، عيب. هذا اسلوب مرفوض. راحت دماء شهداء راحت عليها دماء شهداء وجرحى. إذا رفع المخلفات الموجودة في شوارع البريقة مطلب أيضا أساسي بالنسبة للمواطنين في مديرية البريقة. إذا شكرا، يبدو أن الخط انقطع لأحمد عبد ربه شايف من عدن، وهو يعاني من الفتح للبريد بأوقات غير متساوية. تم فتح مكاتب البريد للمديريات ليست جميعها إنما بعضه، وبعض الآخر لا يفتح المكاتب، يتجمع المواطنين لاستلام مبالغهم ورواتبهم من مكاتب البريد المفتوحة، وهذه إشكالية بالنسبة للمواطن على مكاتب البريد أن تفتح في أوقات الدوام الرسمي كما تم الإعلان من الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية والعمل، بأن الدوام قد بدأ لكل المرافق ومنها مكاتب البريد.
وأيضا رفع المخلفات الموجودة في البريقة، رغم أن المواطنين قاموا برفع هذه المخلفات بأنفسهم قبل أيام، وشهدنا ذلك من خلال تقارير رفعت إلينا. إذن معنا مكالمة محسن من المملكة. السلام عليكم يا محسن. السلام عليكم، تسمعني يا محسن؟ ألو. إذن يبدو أن الخط انقطع مع محسن، ونعود إلى الشكوى الذي تناول أحمد عبد ربه شايف من عدن، وقال بأن مدير المديرية، مدير مديرية البريقة، مأمور البريقة لا يدير مهام البريقة بالشكل المطلوب، وهم يطالبون بإدارة مهامهم بما يرضي المواطن من رفع مخلفات وتجنب وجود أي إشكاليات أو مشاكل في هذه المديرية. إذن ما زلنا أيها الأعزاء متواصلين معكم في برنامج مع الناس، وفي أرقامنا الموجودة أسفل الشاشة إرسال رسالة نصية من قبلكم بكلمة مع الناس في هذه الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ومن ثم نحن نتواصل للمشاركة معنا في هذا البرنامج. أما بالنسبة للتردد لقناة عدن، لمن لم يتحصل عليه، تردد القناة العمودي عبر قمر نايلسات 11316. معنا مكالمة. فواز، السلام عليكم يا فواز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك أخي، تفضل. كيف حالك أختي؟ الحمد لله. نهنئ الشعب اليمني والجنوبي أولا بعيد 14 أكتوبر وكل الأعياد اليمنية طبعا. ثانيا نقول للشعب لا يجب الوقوف مع الشرعية لكي تصلح البلاد صراحة يعني. أما إذا ما وقفنا مع مع الشرعية فبيكون البلد من فساد إلى فساد. نعم. فإن شاء الله كل من أخيه يقول هذا يجب الوقوف معهم، ونهني الشعب على الله الانتصارات التي حققوها، وأبدو شكرا على وصولكم معي. نعم نعم يا فواز. إذن شكرا لك ولهذه التهنئة والمداخلة الطيبة لفواز من المملكة. إذن أيها الأعزاء نعود إلى ما قاله أبو محمد من عدن بأن الرقابة على توزيع المشتقات النفطية وتوزيع أنابيب الغاز وأيضا رقابة الأسعار ومواقع التوزيع لها مسؤولية شركة النفط بشكل أساسي، أيضا توزيع المشتقات النفطية على المحطات، محطات تزويد المركبات بهذه مصادر الطاقة بالمشتقات النفطية، وتجنب ذهابها إلى الأسواق السوداء، لأن المواطن لا يستطيع أن يجاري هذا الارتفاع الباهظ في الأسعار. أصبحت الأسعار جنونية إلى حد ما، وبعض المواطنين لم يسلموا رواتبهم إلى الآن، فكيف بهم وهم يعانون هذه الارتفاعات؟ معنا سعيد أيضا من عدن. السلام عليكم يا سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية أحيي قناة عدن الفضائية وطاقمها الإعلامي الرائع، وأحيي الأستاذ فارس والعاملين خلف الكواليس، الجنود المجهولين قناة عدن، وأحيي معد منصة برنامج مع الناس، وأحيي المذيعة المتألقة عبير بدر مقدمة برنامج مع الناس، وأشكر الجميع على جهودهم وصبرهم للاستماع إلى هموم وآراء معاناة الناس في ربوع الوطن بالكلمة الصادقة وبالمعلومة الصحيحة. نكشف مصدر المعاناة ونظهرها على السطح للناس وللجهات المسؤولة للنظر في معالجتها، وننقل ما نسمعه من المعاناة كثير من الناس، وأنا من الناس ومن محافظات أخرى، إلى برنامج مع الناس. وتحدثت في هذا البرنامج كثيرا
قلت ما سمعته من الناس وما شاهدوا وعلموا به الناس عن مصدر الخلل. والليلة هذا أنا استمعت اليوم هذا إلى أبو محمد، فكلامه جيد وقيم، وكل ما قاله أبو محمد المجاهد المناضل صحيح. واستمعت أيضا إلى متصل من البريقة وكان كلامه في محله. وهذه الأزمات التي نحن نعانيها، وفي البداية أنا تحدثت عن أزمة المشتقات قبل يوم قبل يومين، عن أزمة المشتقات النفط والغاز، ومن يفتعل هذه الأزمة هو مصدر هذه المؤسسة، هم المسؤولين والمشاركين ومن معهم. قلت هذا الكلام لا يهمهم وطن ولا مواطن ولا حل أزمة للناس. الناس مطبرين لهم من 3 أيام وفي أماكن أخرى من أسبوع لم يتعطلوا على دبة واحدة من الغاز، وبما أن الغاز يهرب من هذا المكان ليباع في مناطق أخرى وبأسعار مرتفعة، إضافة حتى الباعة من القطاع الخاص ولديه ترخيص من هذه المؤسسة ليبيع الغاز في موقعه، ومذكور أيضا في الترخيص أن يبيع هذا الغاز في موقعه، بطل يبيع في موقعه، يبيع في مناطق أخرى وبأسعار مرتفعة، لأن الرقابة مشكلتنا يا أخت عبير، الرقابة غائبة في كل المؤسسات الحيوية. يعني الرقابة غائبة على الجميع وعلى محطات القطاع الخاص، وهو الآخر أيضا يبيع السلك في المحطة والباقي في الأسواق السوداء. وناس مطبرة على فاضي في المحطات ومحلات الغاز. وقد تحدث يعني أيضا الأخ أبو محمد قال نعم إن في بعض المشتقات النفطية يعبى في براميل وأنها يأخذوها، صح كلامه. البو الثاني تروح إلى حواش، بدل ما أنها تروح إلى المحطة تروح إلى حواش ويفرغ فيها يعني إلى براميل، وراحوا يبيعوها في أماكن أخرى. والناس مطبرة في المحطات اللي تشوف فيها طوابير يعني أكثر من كيلو، وكله كلام فاضي. في النهاية يقول لك خلاص خلص المشتقات النفطية. إذن الرسالة رسالتك يا سعيد من عدن وصلت، وقد تحدثت أنت عنها في توزيع المشتقات النفطية وتهريبها، وأيضا تهريب أنابيب الغاز التي هي للاستخدام المنزلي الشخصي وبيعها في السوق السوداء، وبعضهم أيضا رأى أنها تهرب إلى خارج المحافظة. إذن الدور الرقابي مهم في توزيع هذه الخدمات المطلوبة للمواطنين. شكرا لك سعيد من عدن، وشكرا لأحمد عبد ربه شايف من البريقة، وشكرا لأبو محمود المقاوم الذي تحدث أيضا عن نفس القضية، وشكر للجميع لمن شارك في هذا البرنامج وقد اتصل وتحدث عن معاناة المواطنين وتحدث عن معاناته بشكل خاص. إذن الشكر الجزيل لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.